أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى هذا البث المفتوح بمناسبة العيد 26 من سبتمبر. وبالتأكيد مشاهدينا الكرام هذه هي مساحة لكم مشاهدينا أينما كنتم داخل الوطن وخارجه لتقولوا تهنئتكم، لتقولوا مشاركتكم وطروحاتكم في هذا اليوم الفرائحي الغالي على قلوب كل اليمنيين الشرفاء. وبالتأكيد مشاهدينا الكرام هي رسالة من الشاعر الفضول لكل يمني الذي قال: احفظوا للعز فيكم ضوءه، واجعلوا وحدتكم عرشا له، واحذروا أن تشهد الأيام في صفكم تحت السماوات انقساما. وأيضا حذر اليمنيين من التمزق، فقال لهم: ليس منا أبدا من مزق، ليس منا أبدا من فرق. أعود لاستقبال مشاركتكم مشاهدينا الكرام وعلى الأرقام الموجودة على الشاشة الآن مكالمة. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، كل عام وأنت بخير. الحمد لله، كل عام بخير. حياك الله أخي الكريم، تعرف عليك؟ علي من شبوة. علي من شبوة، يا مرحبا علي، كيف هي أجواء العيد في شبوة يا علي؟ حياك الله. أهل الشعب اليمني. يا علي والله العز تمام. انت بتسمع صوتك من التلفزيون يا علي، ولذلك بيتاخر الصوت، لكن على كل حال اخي الكريم حبذا لو تخفى صوت التلفزيون هكذا ولا هكذا بالريموت. الو يا علي. ايوه، اخفى صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف. على طول. الو، تفضل اخي الكريم، نحن حريصين جدا ان تقول مشاركتك في هذه المناسبه، تفضل الكلمه. اهل الشعب اليمني بالعيد سبتمبر 26 سبتمبر. نعم. علي، كل عام وانت بخير يا علي وجميع المشاهدين الكرام داخل الوطن وخارجه، وان شاء الله تكون رسالتك وصلت يا علي. ربما عندك اشكاليه في الاتصال، لكن مكالمه اخرى. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي، نتعرف عليك. صدام العجلي. من؟ صدام العجلي. صدام، من أين يا صدام؟ من أب. من أب. نعم. تفضل أخي صدام، الكلمة لك. أولا نهنئ الشعب اليمني العظيم بمناسبة الذكرى 50 لثورة 26 سبتمبر، والتي أتت تزامنا مع البوبين الذهبي. نعم. وجاءت هذه التسمية بهذا اليوم لأن هذه الذكرى التي أتت في هذا اليوم جاءت بعد إنهاء النظام السابق الذي جثم على قلوب اليمنيين 33 عاما، و أهداف ثورة سبتمبر لم تتحقق إلى اليوم، فقد مرت 50 عاما ولم تتحقق منها شيء. فنحن اليوم نحيي هذه الذكرى ونذكر كل اليمنيين ويتذكرها بأنفسهم، وحتى ضمائرهم تأنبهم، وأخص بالذكر المسؤولين الذين يعني تواطؤوا على ثورتنا، يعني منهم الذين هم أصحاب المصالح وغيرهم، فليتذكروا هذه الثورة الذي راح ضحيتها الكثير من الشهداء والعديد من الجرحى، لنقف صفا واحدا وتكون كلمتنا موحدة لتحقيق أهداف ثورة سبتمبر. وأهداف ثورتنا هي لا تبعد كثيرا عن أهداف ثورة سبتمبر، فهي امتداد لثورة سبتمبر. وتحية لك أخي صدام من محافظة طيب على هذه المشاركة المميزة في هذا اليوم الفرحي، يوم 26 من سبتمبر. شكرا جزيلا لك يا صدام. مكالمة أخرى. ألو. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي، نتعرف عليك. ألو، حسين. ألو، يا مرحبا حسين. اللهم نبارك لفخامة السيد عبد الله بمناسبة العيد الخمسين. يا حسين، من أين؟ من صعدة.
الو، ايوه معك. كيف هي اجواء العيد في صعدة يا حسين؟ اجواء العيد 26 في محافظة صعدة. احتفالات في صعدة اعياد بمناسبة العيد الخمسين السبتمبرين، ونهنى في هذا المناسبة لأن مكتب السيد عبد الملك ولأن السيد عبد الملك بمناسبة هذا الذكرى الخمسين. شكرا لك يا أخي حسين من محافظة صعدة على مشاركتك معنا في هذه الأجواء العيدية الجميلة. مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. سلام عليكم. حياك الله أخي الكريم، تعرف عليك. أنا سأل حياك الله عن نجابك ومشاركك. حياك يا سيد الناس، من تعرف عليك؟ محمد العامري. محمد العامري، من أين يا محمد؟ من تاج. حياك الله محمد، تفضل. الله يعني يا الشعب اليمني الأحباط الرسالة بسم الله الشيخ حمود الصوفي حمود المفاهيم تجمع زينة وفعل التعز إن شاء الله تبقينا في خير وحياة خير رغم الأعداء والاعتداء وإن شاء الله تصلحوا بنا إن شاء الله بخير إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا لك يا أخي محمد العامري من محافظة تعز. مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. حياك الله اخي، نتعرف عليك. يحيى من محافظة حجة، يا مرحبا يحيى، تفضل اخي يحيى. اولا كيف هي اجواء العيد في محافظة حجة؟ والله الاجواء يعني مرتاح، الاجواء الدنيا جنة وراحة. طيب تفضل اخي يحيى، من تحب ان تهني بهذه المناسبة او ان كان لديك مشاركة او كلمة تقولها تفضل. اذا ما يساني اخي، اذا فاجئ الاستهاني والتبريكات من بنيك الخضراء ومن جبالها الشيماء ومن ابناء العظماء الاوفياء، نزف اجمل السهاي والتبريكات الى ابناء شعبنا اليمني العظيم عامة والثوار الاحرار خاصة الذين ضحوا بدمائهم من اجل يمن الامن والاستقرار، يمن المحبة والسلام. وثانيتي تشمل القيادة السياسية ممثلة بالبار فخامة اخر رئيس عبد الرب منصور هادي وحكومة التوافق الوطني، ولا يسأل الا ان اشكر غاية الشكر. شكرا جزيلا لك يا اخي الكريم يحيى من محافظة حجة، اشكرك على مشاركتك معنا. مكالمة اخرى. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا اخي الكريم، تعرف عليك. معك الاخ فيصل الصالحي من دمام. يا مرحبا اخي فيصل، كل عام وانت بخير. وياك ان شاء الله. حياك الله يا اخي ماجد، وحيا الله الاخوة العاملين في قناة كسويل. الله يحييك اخي. كيف كان العيد في دمار؟ والله اللي في دمار اليوم، دمار تحتفل بعرس سعودي ديمقراطي وفي عرس كبير جدا في كونها ودعت الإمامة وإلى الأبد الإمام أحمد وإمام صالح. نعم. بالنسبة لنا يا أخي الكريم، اليوم يختلف على كل الأعياد وعلى كل المناسبات. أولا أننا لم نعرف بعيد الإمامة ولم نحتفل بعيد من يوم أن ذابت الإمامة إلا اليوم. نعم. فالإمامة بقت مستمرة إلى يومنا هذا. فالإمام أحمد ظلت الإمامة لنجليه واستمرت الإمامة مع علي صالح لمدة 33 عام. نعم. ولكننا اليوم نحمد الله ونقول بفضل ثورة الشباب السلمية الشعبية لنا ما كنا نتمناه. اليوم نحن نعيش في يمن الإيمان والحكمة، يمن قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية. نعم. وأتوفي بالتهاني والتبريكات في هذا اليوم المناسب إلى المشير عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية الذي ما عرفنا منه إلا إنه محبا لوطنه ومخلص، فجزاه الله خيرا من أرضنا هذه إلى أخي فيصل. اليوم موجود في الولايات المتحدة، أتمنى له التوفيق. نعم. في مهمته الذي راح إليها. ربنا يوفقه أخي فيصل. إلى دولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة. نعم. وإلى كل فرد في اليمن بسخص ثقته وذاته واسمه، وأقول أيها الشعب الحكيم، يا من وصفك رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك أن تشارك بالأصادق وأن تشد بيدك إلى بناء يمن المستقبل زاهر، فالعالم ينتظر ماذا سيفعل اليمن
بعد ثورته المباركة التي خلدها الشباب المبارك الطاير. وأقول لإخواننا في المشترك وفي المؤتمر، المرحلة صعبة جدا صعبة، فعلى الجميع أن يتجهوا إلى بناء اليمن وأن يدعوا الماضي وراء ظهورهم. فنحن الآن إذا لم نحسم أمرنا وننهض ببلدنا فإلى ماذا سنذهب؟ إلى جحيم جهنم، إلى جحيم الدنيا، إلى جحيم الهاوية. لكننا نقول على الشعب اليمني ممثلة بقياداته الخيرة، ففي اليمن رجال أوفياء لهذا الوطن كما عمدناهم، وقادة رحلوا آخر سيأتون، أمثال الوالد رحمه الله سالم قطن الذي اغتيل غدرا في عدن. وأقول يا أخي الكريم في هذه المناسبة، إن الشعب اليمني، إن الذين يحلمون أن يعيدون الإمامة ويسول لهم أنفسهم، هناك حاوره أحد الأنبياء لأحد الضالين وقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ونقول لأولئك إذا كانوا أن يريدوا الإمامة فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتوا بها من المغرب، ولكننا انتفضنا يومها وسننتفض حينها. ونقول للشعب اليمني وحد صفك، والأيام من والأيام قادمة، وإن شاء الله نتمنى الخير لوطننا كافة، ونرى يمن آمنا مزدهرا في الداخل والخارج، ونرى إخواننا المغتربين ينعمون بحياة كريمة، وإخواننا في الداخل بنية أولئك الرجال الأوفياء الذي عاهدوا الله على أن يمضوا بهذا الوطن إلى بر الأمان، وفقهم الله إنما كانوا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك أخي فيصل الصالحي من محافظة دمار على هذه المشاركة المميزة معنا في هذا اليوم الفرايحي الجميل، يوم 26 سبتمبر. شكرا جزيلا لك. مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أخي، نتعرف عليك. وحياك الله الجوف. صالح حمد. محمد. صالح حمد. صالح حمد من الجوف، يا مرحبا صالح، كل عام أنت بخير. كل عام أنت بخير حياك الله. كيف كان العيد في الجوف يا صالح؟ والله العيد ممتاز، كل عام أنت بخير. وأنت بألف خير. تفضل أخي صالح، إن كانت لديك مشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب كل اليمنيين تفضل. والله في هذه المشاركة الغالية نعني الشعب اليمني بالعيد هذا، ونعني فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي باسندوه، نعني الشعب اليمني بالكامل. نعم، وكل عام وأنت وجميع الإخوة في محافظة الجوف وجميع المشاهدين الكرام داخل الوطن وخارج بألف خير. شكرا لك أخي صالح حمد من محافظة الجوف. مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا أخي، نتعرف عليك. بدران سعيد. بدران سعيد، من أين يا بدران؟ حزم العيدين، محافظة يد. حياك الله، أنت شاركت معنا في بداية الحلقة يا بدران، انقطع الخط، أليس كذلك؟ الله يروى عليك، كل عام وانت بخير والشعب اليمني بألف خير. وانت بألف خير. تفضل اخي بدران، الكلمة لك، وامنت ان تهني اولا بهذه المناسبة. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، نهني الشعب اليمني العظيم وعلى رأسهم الاخ القائد عبد الرب منصور هادي، وحكومة الوفاق وعلى رأسهم محمد سالم بسندوة، وكل وزير شريف يعمل لمصلحة الوطن والمواطن. فثم نهني القوات المسلحة والأمن الشجعان الأبطال الذين يدين أرواحهم رخيصة لهذا الوطن. نعم. وأحيي الثوار في ساحة التغيير، أحييهم وأقولهم اسمدي حتى الكلام يذكر. نحن في معاودات نصمد في معاودة ساحة الحرية، ونصمد في ساحة نصرة المظلوم في العدل كل جمعة إن شاء الله. نعم. إيوان استغفار فيها لكم من عاملين فيها، وكل الشعب اليمني وكل الشعب ان شاء الله والف خير، كل خير ان شاء الله طيبين. ولك من جميع العاملين في قناه سهيل اخي بدران التحيه والتقدير. شكرا لك اخي بدران على مشاركتك معنا. مكالمه اخرى. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا اخي، نتعرف عليك. والله قناه سهيل. اي نعم، انت قناه سهيل وانت على الهواء، تفضل. تعرف عليك في البدايه اخي الكريم. مستعجل، تفضل. والله لهني الشعب اليمني، وأن هم يعني كل المسؤولين يعني الذين يعني الآن يعني دائمين لهذه الدورة الحديثة الجديدة، كما نقول للذين يريدون أن يخرجوا. ألو، تفضل تفضل. أيوه. ألو،
تفضل، نحن نسمعك بشكل جيد. تفضل اخي الكريم. انا اسمي محمد الحجة حسين محمد. حسين محمد من حجة، تفضل يا حسين. يعني طلبت العلم الدكتور منصور عادل. نعم. ولعلم الشعب اليمني بهذا الانسان ياسمين، ولعلم جميع كافة الشعب اليمني، لانه يعني هذه الثورة ثورة الشعب كله. ولأن نريد ان يخرب هذا الشعب. يعني ان ننفع المخرجين الذين يريد ان يخرب الشعب، نقول لهم عليهم ان يتركوا هذا الخراب، لان الخراب على الجميع وليس على الانسان وحده. ونخلي يعني كما اخواننا الذين في الساحات، لان اخواننا الذين في الساحات عليهم ان يسجدوا جميعا، لاننا والله ندعو لهم بالليل، ندعو لهم بالليل ان الله سبحانه وتعالى ان يثبتهم. لا. لانهم على الحق، لانهم يدعون ماذا؟ يدعون الدولة الحديثة التي تقوم على العدل و يعني الانتماء. شكرا لك اخي حسين من محافظة حجة، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا. طبعا مشاهد الكرام، الكاتب ناصر الصويل كتب تحت هذا الموضوع، موضوع العيد 26 سبتمبر، يقول: هنا وجب التنويه والإشادة العظيم لشباب اليمن الذين قدموه أو الذي قدموه في سبيل إذكاء جدوة الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وفبراير من خلال ريها بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة وسقوطهم شهداء في سبيل الله تعالى أولا، ثم فداء للوطن الغالي من أجل نيل حريته واستقلاله وصون كرامته، والتضحية من أجله بأرواحهم وأنفسهم وأموالهم وبكل غالي ونفيس يملكونه. فلولا النضال الثوري للشباب اليمني خاصة والشعب اليمني عامة بعد توفيق الله عز وجل، لما تحقق النصر المؤزر والنجاح العظيم للشعب اليمني، ولما كنا نشهد اليوم التحولات الثورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك على الرغم من العراقيل والمعوقات المستمرة التي لا زال أعداء الثورة اليمنية والوحدة الوطنية يضعونها في طريق استكمال مسيرة التحرر والبناء والنهضة الشاملة لليمن بأسره. مكالمة أخرى. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي كريم تعرف عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا اخي، تعرف عليك. والله في ناس بخير، كل عام وانت طيب. وانت بألف خير اخي كريم. اخي ماجد. اخي الكريم، اول شيء نتعرف عليك. حسن محمد القطوي. حسن من اين يا حسن؟ من محافظه خيمه. حياك الله أخي حسن. أولا أخي حسن، كيف هي الأجواء العيد في محافظة ريمة؟ الله أخي العزيز، الأجواء الاحتفالية في هذه المحافظة وفي اليمن عموما أجواء طيبة ومستبشرة بيمن جديد. وفي هذه المناسبة لا سعنا إلا أن نهني الشعب اليمني العظيم وقواه الحية وقيادته السياسية بهذا العيد المبارك. نعم. ونهني كل يمني شريف في هذه البلاد الطيبة. و تفضل يا حسن. الو، يبدو ان انقطع الخط من اخي حسن، لكن على كل حال ان شاء الله تكون رسالتك وصلت اخي حسن القضوي من محافظه ريمه. نستقبل مكالمه اخرى. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. الو، الو، سلام الله عليك. حياك الله بخير، دام الوطن بخير، نتعرف عليك. من؟ الو، اذا نشوف مكالمة اخرى. مكالمة اخرى. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا اخي الكريم، تعرف عليك. عمار العماري، مدينة السدام، محافظة. حياك الله اخي عمار من اب، تفضل اخي عمار. واولا كيف عاشت اب هذه الاجواء الفرحية بمناسبة 26 من سبتمبر؟ والله في هذا العيد يعني الفرحة غير كل عام، يعني كل عام الفرحة مخصصة العائلة والشخص، يعني حتى الإعلام الرسمي اللي تصير فيها الآن بعد الثورة
وفي هذا المناسبة الغالية نتقدم إلى باحر الثاني إلى شباب الثورة الذين قدموا دمائهم وأرواحهم والذين ناضلوا وكما هي مقدمة إلى كل الإعلاميين الأحرار وإلى كل الأكاديميين والجامعيين في أنحاء اليمن ونقول الذين يريدون أن يردوا نظام الإمام الكاميسي خسرتم وإلى مدرسة التاريخ. وكما يقدم الشيخ حميد بن عبد الله بن سلام حفظه الله الداعم الأساسي والرسمي لثورة الشباب السنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك أخي عمار من محافظة إب. ربما المخرج يشير إلى انتهاء الوقت لكن سنستقبل آخر مكالمة وإن شاء الله ستكون مسك الختام. مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم. السلام عبد الله. مرحبا أخي كريم. نعم نعم إن شاء الله. اسمنا علي مهدي من ثوار الحديدة. علي مهدي من الحديدة. مرحبا عليك كل عام وأنت بخير. الجميع إن شاء الله. كيف عاشت الحديدة أجواء العيد يا علي؟ كيف عاشت محافظة الحديدة عروس البحر الأحمر؟ كيف عاشت أجواء العيد؟ لأول مرة في تاريخ هذا الحديدة تعيش جو عيد ما قد حصلنا مثله في الحديدة بحيث ولا أن هذا بقي من أحد الصور ما استكملت ولكن مسافات إن شاء الله في الخير العاجل. نعم. نحب نهني ونبارك لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج مناسبة عيد أعياد الثورة اليمنية المباركة. نعم. الذي لم تكتمل أهداف بعض هذه المناسبة الغالية على خروجنا توجه رسالة إلى القيادة السياسية وإلى حكومات الوفاق الوطني. عليهم جميعا لا يستهينوا بهذا الشعب الذي أوصلهم إلى مكانين أن الوقت يمر وأن تشفع لهم الأعذار. طالما المؤسسين العسكرية والأمنية منقسمتين القضاء مغيبا ومن دمر أهداف الثورة لا يزالون كما كانوا ولم يتغير شيء على أرض الواقع. نعم. هذا هو العيد المبارك إن شاء الله. شكرا لك أخي الكريم علي مهدي من محافظة الحديدة. وبمكالمة أخي علي نصل وإياكم مشاهدي الكرام إلى ختام هذه الحلقة. للأسف شديد الوقت داهمنا وكنا نود أن نترك مساحة أكبر أيضا للمشاهد الكريم لكن نعتذر لمن لم يتمكن من المشاركة معنا في هذه الحلقة ونشكر جزيل الشكر كل من ساهم معنا وقال كلمته ومشاركته في هذا اليوم الفرايحي الجميل. مشاهدي الكرام لا يسعني في هذه الحلقة إلا أن أنقل لكم تحيات فريق العمل هذا الطاقم المتفاني الذي يعمل ليل نهار من أجل إيصال هذه الرسالة إليكم وما نحن كمذيعين إلا جزء بسيط من كادر كبير يعمل ليل نهار في التصوير في المونتاج في الإخراج في الإعداد. لهم كل الشكر والتقدير وهم يوصلوا تحياتهم إليكم مشاهدي الكرام أينما كنتم. ماجد هيم يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.